اهو انا بقى كده ابقى حكيت لك كل حاجه عن حياتي من يوم مامي ما ولدتني، ما عدا موضوعين كده كمرتهم. ما انت برضو مش لازم تبقى عارف عني كل حاجه من اول قعده، بس اقول لك على حاجه، انا هديك انت عن الموضوعين. اول موضوع، موضوع جوازه كده غريب والله العظيم. القصه دي لو اتحكت محد يصدق. انا نمت صحيت من النوم لقيت نفسي متجوزه، ما تسالنيش بقى ازاي وفين، ابقى احكي لك بعدين. والموضوع التاني بقى من المواضيع اللي انت فاهمها دي، عارفها بتاعت الحب وكده، يعني قصه حزت في نفسيتي. واحد دخل عليا بالحنجل والمنجل وخلاني احبه واموت فيه، وبعد كده اعترف لي بنفسه، اقسم بالله اعترف لي بنفسه انه كان بيضحك عليا. شفت البجاحه؟ بس يا سيدي هو ده اللي حصل. هو انت قاعد ساكت كده ليه يا عمر؟ هو في ايه؟ وانت عايز تعرف عني كل حاجه ومش عايز تحكي لي حاجه عنك؟ احنا من ساعه ما قعدنا وانت سكت وبكتم. هو انت سبتي لي فرصه انطق؟ طب خلاص يا سيدي، اديني سبت لك الفرصه. ايه رايك نلعب لعبه؟ انا اسال وانت تجاوب. ماشي ماشي ماشي. طيب انا شفت لك صور كتير قوي في الكوافير، هو انت بتشتغل حلاق عند بابا؟ حلاق؟ لا انا بدير المحلات بتاعته. ايه ده ما شاء الله، انت بتدير المحلات دي كلها؟ طب والله شاطر. وعلى كده بقى بيديك مرتب ولا نسبه؟ لا ما تخلوش يضحك عليك. انت بكره تفتح بيت وتبقى راجل. الا قول لي البت اروى دي انت عرفتها ازاي وفين؟ يا ست فكك مني ومن اروى، خلينا فيك. طب ما انا حكيت لك اهو كل حاجه عني، عايز تعرف ايه تاني اكتر من كده؟ موضوع الجوازه؟ عايز اعرف انت ليه ما ظهرتيش في حياتنا من زمان؟ واشمعنى ظهرتي الفتره دي؟ طب والله العظيم وحياه النعمه دي انا ما كنت هظهر خالص. انا كنت خايفه منه. اصل امي الله يرحمها ياما قالت لي انه قاسي وقلبه جاحد. ولا حنان يخطي على الكلام اللي كانت بتقوله حنان دي؟ حنان رعبتني منه هي كمان. انا بس اللي كنت منشفه دماغي. كنت عايزه اطمن عليكم، وكنت ببص عليكم من بعيد لبعيد عن طريق السوشيال ميديا. كنت بخاف برضو. ما انتوا صغيرين وممكن يعني تخشوا في طريق كده ولا كده. لعلمك ده انا عملت اللي عملت اللي ما يعمل عشان اروح المدرسه بتاعه فرح. ده انا خسرت 182 جنيه من المرتب. ياه. امال ايه؟ فداها 100 مليون مش اختي. انا اول ما عرفت ان منار يعني عملت العمله اللي هي عملتها دي، انا خفت عليها، خفت على بيتها يتخرب. قلت اروح بقى اقول لبابا كده يعني ايه، خلي باله، وبعد كده هو مش عارف يجيبني. لكن هو جابني. طلع جامد، جابني من تحت تقطيع الارض. واول ما خطفني اضطريت اقول. طب هو ليه مش عايز يعترف بيك لحد دلوقتي؟ لا يا عمر بقى، ده سؤال ينم عن الغباء. في ايه؟ واحنا جينات عيلتنا كلها ذكاء، ذكاء خارق اكيد طبعا، يعني علشان الست الوالده. ما تزعلش مني يعني. طنط هلا، طنط هلا دي طلعت قدارة كده. ست جامدة كده، هو بيخاف منها وبيعمل لها ألف حساب. لعلمك هو من قدامها حاجة ومن وراها حاجة تانية. من وراها حنين وطيب، بس قدامها بقى يلا مش مهم. أنا مسامحاه، أنا مسامحاها على كل حاجة حصلت في الدنيا. بس وأنا يعني خدت على خاطري آخر مرة لما طردني من البيت قدامكم كلكم. اتحركت، بس انا عارفه ان هو عمل كده عشان هي موجوده، مش كده برضك؟ معلش حقك عليا. والله يا عمر انت حبيبي. والله وانت كمان. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.